هل يحق للزوجة مطالبة زوجها بالطلاق إذا كان يسكر؟ لأني قرأت فتوى في أحد المجلات أو في إحدى المجلات تجيز ذلك إذا كان الزوج لا يؤذي زوجته ويلبي كافة حقوقها ولا يؤذيها. أفيدونا جزاكم الله خير. وهل هناك أشد من الأذى بالسكر؟ سكران مجنون قد اقتلها الله وخيرها. لها الحق إلى أن تطلب الإفتاء يفعل زوجها تكييف أو إفتاء في الصلاة أو يفعل جرائم أخرى كاللواط أو يأتيها بالدبر. لها حق أن تطلب الطلاق لأن هذا زوج مجرم فلها أن تطلب الطلاق في الحديث أيها الله طلق طلبة الطلاق أي ما بعد مغير ما إلا يعني طيب. لن ترى هذا الجنة أما هذه لها إلا إذا كان لا يصلي هذا كافر لا تقيم عنده ولا يزنها البقاء عنده لهم يحل لهم ولهم يحل لهم. وإذا كان يسكر أو يتعاطى الجماع في الدبر أو ما أشبه هذا من المعاصي لها طلب الطلاق وعليها أن تمتنع منه. لا يجوز لها أن تمكنها من دبرها ليس له الجماع إلا في الخبز. أما الدبر فلا لواط.